السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة دي إن شاء الله الحلقة الثالثة في مشروع تسمين الأغنام. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا بتسبب خسائر كبيرة في بداية المشروع، بالذات مع المربين الجدد اللي هما ما عندهمش خبرة، ما فيش خبرة في الأعلاف في التغذية. بتحصل مشكلة دي وبتسبب خسائر من بداية المشروع. طبعا النقطة دي هي اللكمة أو البشمة. عشان تعرف تتلاشى اللكمة أو البشمة تتلاشاها، وإن حصلت تكون بصورة خفيفة تعدي بدون أي مشاكل، إن طبعا اللكمة الشديدة ملهاش علاج، الموت على طول أو الذبح تذبحها. اللكمة الشديدة ملهاش علاج، موت على طول او تذبحها. اللكمة الشديدة مش كل اللكمات، في لكمات كثيرة بتعدي مفيش مشكلة. طيب عشان نتلاشى اللكمة خد الكلمتين دول كويس جدا 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 في دماغك، افهمهم كويس مظبوط وركز معايا. الخروف بياكل كعلف مركز اقصى كمية علف بياكلها في اليوم 3% من وزنه. يعني الخروف 50 كيلو ليه كيلو ونص علف في اليوم، كيلو لربع الصبح وكيلو لربع بالليل، وباقي بطنه يملاها دريس او اي مادة ملقة. عشان نشرحه عملي، الغنم اللي قدامنا دي انا لسه ما علتش الارقام في ودانها عشان اوزنها، بس بالعين كده دول 23 راس، متوسط وزنهم بالعين كده حوالي من 30 ل 32 كيلو، من 30 ل 32 كيلو ده متوسط الوزن بتاعهم. ليهم قد ايه علف مركز في اليوم؟ ليهم 23 كيلو، الواحده ليها كيلو 33 كيلو او 32 كيلو، اضربها في 3% يطلع لك 990 جرام، يعني حوالي كيلو 1000 جرام في اليوم، نص كيلو الصبح ونص كيلو بالليل، يعني دول ليهم 23 كيلو علف مركز لما يوصلوا لاعلى كميه علف. هم لسه انا مش هوصلهم مباشره، هي بقى هيحصل اللكمه كده، لما يوصلوا لاعلى كميه علف هياكلوا 23 كيلو علف الصبح، 11 كيلو نص الصبح و11 كيلو نص بالليل على الوزن الحالي بتاعهم. طيب وبعدها بياكل قد ايه دريس؟ هياكل حوالي ربع كيلو لما يوصل لل 3% اللي هي 23 كيلو علف في اليوم. طبيعي هتكون العلف شبعهم، كميه العلف حلوه بتشبع، الدريس مش هتاكل كميه كبيره، هياكل بمعدل ربع كيلو للواحده، يعني هياكلهم حوالي ربع كيلو 300 جرام الواحده، يعني هياكلهم في حدود 7 كيلو في اليوم، 7 كيلو دريس في اليوم، من 7 ل 8 كيلو، ده لما يوصلوا لاعلى كميه علف. حاليا في البدايه هتستخدم العكس، اعكس الدريس هيبقى هو ال 3% والتاني الجزء الثاني هيكون هو العلف. يعني بمعنى الغنم دي انا مفطرها دريس حوالي 10 كيلو اهو، الباقي منه زي ما انت شايف اهو اكله لحد ما شبع، والدريس واقع ده الباقي، حاطط لهم حوالي زي 10 كيلو الصبح، ده الباقي منهم. الغنم اهي انتشرت وسابت الدريس، منتشره معناها خلاص كده شبعت من الدريس، ادي الدريس قدام اهو ومنتشرين، حوالي 10 كيلو دريس و10 الصبح دول بس، وهتحط لهم 10 كيلو كمان بالليل. دي كده الدريس ما فيش منه اي مشكله في اللكمه، ما بيعملش اي لكمه، اكل دريس براحتك خالص. الدريس يعتبر فيه نسبه بروتين كويسه وفي ماده مالقه كويسه، ما فيش منه اي مشكله في اللكمه، الدريس ما بيعملش اي لكمه، في نسبه الياف عاليه. المهم كده هنبدا، واحنا قلنا المفروض يوم 23 كيلو علف في اليوم، ده لما يوصل اقصى كميه وهياكلوا 7 كيلو تقريبا دريس. لا هنعكس، هنحط ال 7 كيلو علف وال 23 كيلو او ال 20 كيلو دريس، وده اللي حاصل دلوقتي اهو كده، اهو اكلوا دريس لغايه ما شبعوا. شوف كميه العلف، طبعا العلف بغض النظر عن نوع العلف، انا حاليا لسه الغنم جاي امبارح ولسه ما ظبطتش العلفه، ليها حلقات كتيره ان شاء الله العلفه، بس جايب معايا شكاره دشيشه بس، دي ذره صفرة بس من غير اي حاجه، علف فقط لا غير. شوف ايه اللي بيحصل، دولة 5 كيلو، دولة 5 كيلو على الميزان، 5 كيلو يعني المفروض هم ليهم 12 كيلو الصبح و12 كيلو بالليل، احنا حاطين نص الكميه بس هنحط. بص شوف الغنم اهي واكله شبعانه، اتفرج معايا شوف لما نحط العلف ايه اللي هيحصل. والله هيت لسه ما حطيناش علف اهو، شوف الغنم، شوف الغنم وشراهتها في الاكل. الغنم بتبقى شهيتها مفتوحة جدا للأكل، وما حطتش الخمسة كيلو بالكامل، لسه في شوية، الشرارة بتاعتهم سامع الصوت
سمع صوت الأكل. دي غنم ما وقفتش على العلف، فهتكتر العلف زيادة عن اللزوم، انت بتفرح. هو ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل للمربي الجديد. الشهية بتكون مفتوحة جامد، بيفتح علف للآخر، افتح 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 افتح، في خلال ساعتين او ثلاث ساعات بمجرد ما الخروف كل كمية علف زيادة عن طاقته كلهم خلاص على كده، خلاص يشرب المية، الحموضة ترتفع في الكرش جامد، الحموضة ترتفع في الدم، الأكل يكبس على الأكل، ينفخ يعمل له انتفاخ جامد في بطنه، صعوبة في التنفس، بيسقط معك الخروف على طول. يبقى انت كده راح، وانت اللي حاطط له السم يعتبر بايدك وهو العلف. فعشان كده اتدرج واحده واحده. انا حاطط العلف اهوت زي ما انت قلت اهوت، دريس قدامهم اكل لغايه ما شبعوا وسابوا الدريس. اه كده الكميه احنا حطينا قلنا 5 كيلو، ما كملتش ال 5 كيلو، يعني حاطط حوالي زي 4 كيلو مش 5 كمان. طبعا قلنا العلف بغض النظر عن نوع العلف، انا بس دي دوره اشكر الدوره جايبها معايا، لسه العلفه ان شاء الله هنعملها النهارده او بكره باذن الله، ويبقى لها فيديو مخصوص العلف. طبعا هتتمسح العلفه دي في خلال بس انا مش هنطول فيديو، لو قعدنا بس 3 دقائق بالظبط هتلاقي العلفه اتلحست بالكامل. طيب عشان اخففها برضك، لو ما عنديش دريس، ما عنديش دريس عشان برضك الناس اللي مش متواجد عندها الدريس، هنعمل ايه؟ تبن ابيض، تبن موجود في كل مكان، تبن قمحه وتبن شعير، تبن ابيض عادي، هتحطه في الطواله الاول، تفرده في الطوائل وترش عليه العلف. التبن طبعا عباره عن الياف ماده ملقى، هيعمل معاك هيساعد معاك في الهضم يعني، وهيملى الكرش بسرعه، فبالتالي الغنم هتلاقيها حتى لو حصلت لها لكمه مع التبن بتبقى اللكمه برضك خفيفه. ونفس النظام احنا المهم كميه العلفه، لو ما عندكش دريس هتحط كتر التبن وترش عليه العلفه رش، بحيث ياكلوا العلف الذره مع التبن وما يحصل لهمش لكمه. وان حصلت قلنا برضك وزودت بتبقى اللكمه خفيفه غير لما تبقى علف صافي، لكن انا اكلت شبعت دريس وحطيت علف صافي زي ما انت شايف، مفيش اي مشكله، لان انا عارف الكميه اللي بحطها اللي ان شاء الله ما تعملش لكمه، عارف ان دول محتاجين على الاقل 12 كيلو علف في الوجبه لما يوصلوا لاعلى كميه، محتاجين 11 ل 12 كيلو، انا حطيت حوالي زي 4 كيلو ونص بس، وهو زيهم 4 كيلو ونص اخر النهار. وهنبدا نزود كل يوم واحده واحده، بس رقم واحد كل ما هتبدا تكتر العلف هتلاقي الدريس بيقل تلقائي، سحبهم في الدريس بينقص، سحب الدريس بينقص، كل ما نكتر في العلف سحب الدريس هينقص، لغايه بعد كده ما هنحط العلف الاول بعد ما نوصل على كميه، هنحط العلف الاول وبعد كده الدريس بعد العلف، بس الكلام ده لما يوصلوا لاقصى كميه علف. دي النقطه اللي اهم نقطه واكتر نقطه بيقع فيها كتير 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 جدا من المربي. شوف احنا واقفين اهو، شوف العلفه فيها ايه، بص ما كملناش 3 دقايق، ما كملناش 3 دقايق، بص بص هنحط بقيهم اهو، دول كده ال 5 كيلو، ده كده نهايه ال 5 كيلو بس. وكل يوم هندرج واحده واحده. طبعا في نقطه ثانيه زي ما قلنا، تحط علف، حطيت تب، عاوز تحط تبن عشان تخفف اللي ما عندكش دريس. وفي نقطه ثانيه برضك بتنضاف ان شاء الله هنجيبها برضك النهارده باذن الله من عند العلاف، بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم لما تحطها على العلف، بالذات لما تيجي تبدا تزود العلف، حط دايما في بدايه استخدام العلف حط بيكربونات صوديوم، معدل كيلو على 100 كيلو، كيلو لكل 100 كيلو بيكربونات الصوديوم، بتخفف اللكمه كتير، بتخفف اللكمه لان هي ماده قلويه تعتبر، بتخفض الحموضه في الكرش، بتظبط الحموضه في الكرش. فحط بيكربونات الصوديوم اللي هي الكربونات على العلف في اول ما تكون العلف لسه جديد. بس احنا الحاجات دي ما جبتهاش ان شاء الله هنجيبها. بص شوف العركه على العلف، بص شايف العركه، شايف دابسين على بعض ازاي، فما بتفرحش، ده اللي بيحصل. شوف شوف الغنم بتزق بعضها ازاي على العلف، ده اللي بيحصل. المربي الجديد يفرح بالشهيه دي ويرمي علف، يرمي علف، يرمي علف، هتاكل فوق طاقتها من العلف. ودي ان شاء الله نهايه حلقتنا النهارده عن اللكمة. وما تنساش طبعا لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.